بعد ما تندو حقق امنيته انه يقضي وقت اطول في الينابيع الساخنه، على الرغم من انه قضى نص الوقت اساسا بيهرب من الزومبي. هنكمل النهارده حكايتنا وهنشوف هيعمل ايه النهارده. لكن قبل ما نبدا، يعني ما تنساش تحط اللايك بتاعك وتتاكد انك مشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، وما تنساش اهم حاجه الصلاه على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ويلا بينا نكمل باقي الحكايه. بنشوف تندو بيرجع علشان يكمل طريقه لبيت عيلته، يا رب يوصل المرة دي من غير اي مشاكل. وفي الطريق للقرية بيفتكر محادثته مع ابوه قبل ما يدرس في طوكيو ويشتغل في شركة العبيد دي. وكل مرة ابوه بيسأله هيعمل ايه في طوكيو، وهل هي دي الوظيفة اللي هو عاوزها فعلا، وايه هي احلامه واهدافه للمستقبل. بيقطع تفكيره وصوت كونشيرو اللي بيقول له انهم اخيرا هيوصلوا لبيت تندو بعد كل الوقت ده، وبتعرفهم بياتريكس انها الان ان اهل تندو يكونوا حصل لهم حاجة. فبيرد عليها تندو ان مفيش اي داعي للقلق وانهم اكيد بخير. فشيزوكا بتسأله لو كان حاسس بقلق لانه هيقابل ابوه امه لاول مره من 3 سنين، فبيجاوبها بتوتر انه اكيد مش قلقان. وبيسرح في افكاره انه على الرغم من ان ابوه ما اعترضش على شغله في طوكيو الا انه ما شجعهوش على كده، وانه كان بيقول له طول الوقت يخلي عنده هدف في الحياه. بيقطع حبل افكاره لما بيوصلوا للنفق اللي هيوصلهم لقريته، ولكنه بيتفاجئ لما بيكتشف ان النفق مسدود وفي مجموعه كبيره من الزومبي. فبيستنتجوا ان السكان استخدموا النفق علشان يحبسوا الزومبي، وبكده هم مضطرين يمشوا في الغابه علشان يوصلوا للقريه. وهم ماشيين في الغابه بيبان على تندو القلق، فشيزوكا بتطمنه وبتعرفه ان النفق مسدود من الناحيتين، وانها متاكده ان الزومبي ما وصلوش للقريه. وبيقطع كلامهم صوت صريخ بيطلب النجده من بعيد وبيقرب عليهم، ولما بيشوفوا مصدر الصوت بيتفاجئوا براجل عجوز كده بيهرب من خنزير بري الزومبي. فبياتريكس بتصيب الخنزير بسهم في راسه وواحده هتشوت كده على الماشي. وبعد ما العجوز بيشكرهم على انقاذه بنعرف ان اسمه كومانو ماسرو، وهرب من المدينه بالعافيه، وكان بيدور على مكان يعيش فيه بهدوء وسط الغابه، ولكن لسوء الحظ الخنزير الزومبي طرده. فشيزوكا بتساله ازاي هيلاقي مكان يعيش فيه وسط الغابه وهي مليانه بالزومبي وحيوانات كده. فبيجاوبها انه اكيد هيبني بيت شجره، يعني بيت مبني على شجره لو محدش عارف معناها. المهم وان من اساسيات كونه نجار انه لو ما عندوش بيت فكل اللي عليه انه يبني واحد، وبيشاور لها على اساسيات البيت اللي هيبنيه. وبيبتدي يشرح لهم خطط البناء ومخططات البيت. وبعد محاضره طويله جدا تندو اللي كان ساكت طول الوقت بيرجع للحياه مره ثانيه، وبيعرض على مصره انهم يساعدوه، وانه مش مصدق انه هيقدر يحقق امنيته انه يبني بيت شجره بايده بالسرعه دي. فشيزوكا بتسال تندو دلوقتي مش قلقان على اهله؟ فبيرد عليها انه ما يقدرش يشوف حد محتاج مساعدته وما يساعدهوش. الله على اخلاقك يا ابني والله. طبعا كلنا عارفين انه عايز يحقق امنيته ومش في دماغه اي حاجه تاني. فبيبدا مصرو يعلم تندو كونشيرو اساسيات البناء وازاي يقيسوا المسافه بميزان الميه علشان يقدروا يساعدوه. وبيبداوا يشتغلوا في البناء ويركبوا الواح الخشب مع بعض، وعلى الجانب الثاني بيكون البنات قاعدين بياكلوا مروقين على حالهم على الاخر. وبنرجع للشباب وبنشوف مصرو بيشرح لهم الفرق بين انواع الخشب وازاي كل شجره مختلف عن التانية، وكل ده بيأثر على الطريقه اللي هيبنوا بيها البيت، وكل الحاجات دي هيعرفوها لو اهتموا بشجره الاساس اللي هيبنوا عليها البيت، وان اهتمامهم ده يخليهم يحافظوا على الغابه كلها. بيسرح تندو وهو يفكر في كلام مصرو ازاي ده هيأثر على امنياتهم في المستقبل. وبنشوف البنات نايمين بهدوء تحت الشجره بعد ما خلصوا الاكل لوحدهم، وفجاه بتصحى بياتريكس وبتمسك قوسها وتوجهه ناحيه الغابه. وفوق الشجره بنشوف تندو بيشتغل باستمتاع، ومصرو بيمدحه انه بيشتغل بجد وانه شبه ابنه، وبيحكي له ان ابنه لما كان صغير كان بيقعد يتحايل عليه علشان يساعده يبني بيت شجره. فتندو بيساله فين ابنك دلوقتي؟ بيسكت مصرو للحظات وبيغير تعبير وشه من الفرحه للحزن، وبيجاوبه انه شاف مراته بتتحول لزومبي بتعض ابنه قدام عينه، انه بيبني البيت ده علشانهم. بيكمل وهو بيبكي انه طول عمره كان متخيل انه يقدر يشارك ابنه في البناء بعد ما ابنه يكبر، ودايما كان بيسمع ان الابناء لما بيقرروا يتغيروا ويكونوا بارين بقالهم بيكون الوقت فات وقالهم ماتوا، ولكن عمره ما كان يتخيل انه يحصل معاه العكس. فتندو بيعرفه انه هيساعده يخلص البناء بدل من ابنه، وبيكملوا شغل بحماس من جديد. وبيتفاجئوا بشيزوكا اللي بتبلغهم ان في قطيع كبير من خنزير الزومبي بيقربوا منهم، وبياتريكس مش هتقدر توقفهم لوقت كبير ولازم يستخبوا بسرعه. فبيقرروا انهم يبذلوا كل جهدهم علشان يقدروا يخلصوا البيت قبل ما الزومبي يوصلوا. وبعد ما بيكملوا البناء بيقضي تندو وكونشيرو الوقت وما بيلعبوا في البيت زي الاطفال، والزومبي محوطين البيت تحت. فشيزوكا بتزعلهم وبتقول لهم ان ده مش وقته انهم يركزوا ازاي يخلصوا من الزومبي دول. وبعد ما بيخلصوا على الزومبي مصارو بيشكرهم من جديد لانهم انقذوه، بيعرفهم انه يساعدهم في اي وقت يحتاجوه فيه، وبكده بيقرروا انهم يرجعوا لطريقهم من تاني. وفي الطريق بنشوفهم ماشيين في طريق جبلي بيوصلوا الممر الضيق جدا، بيعدي شخص واحد بالعافيه وبيتعلقوا كلهم وبيحاولوا يعدوا من غير ما يقعوا من الجبل. وتندو ماشي قدامهم بكل هدوء وهو بيشرح لهم ان الطريق ده مشهور بان في ناس كتير بتقع من عليه طول الوقت. وبعد ما بيعدوا من الممر الضيق بيوصلوا لجسر خشبي قديم متهالك باين عليه ان
انه هيقع لو حد لمسه. وبيكمل تندو شرحه لمعالم قريته السياحيه وباقي المجموعه ميتين من الرعب وهم ماشيين وراه على الجسر اللي بيتكسر تحت رجليهم ده. واول ما بيبعدوا من على جسر الموت بنشوف اخيرا قريه تندو، لقد هرمنا من اجل هذه اللحظه. وفي طريقهم هم نازلين من على الجبل بيفتكر تندو في معامله ابوه وامه وقد ايه هو كان مهمل في معاملتهم ليهم. ولما بيوصلوا للقريه بيتفاجئوا ان المكان مهجور وما فيهوش اي شخص موجود نهائيا. بيترعب تندو بيسيبهم وبيجري بكل سرعه وخوف ناحيه بيته. بيوصل عند البيت وبيفتح باب البيت ودموعه مغرقه عينه بيتمنى ان ابوه وامه يكونوا بخير. ولما بيفتح الباب بيلاقي القريه متجمعه في البيت وبيحتفلوا بالحصاد وبيرقصوا. انا دلوقتي اتاكدت ان التفاهه بتتورث في القريه دي. ولما بيشوفوه بيرحبوا بيه وبينادي عليه ابوه وامه. ولما بيشوف ابوه وامه ما بيقدرش يمسك نفسه وبيعيط وبيتاسف لهم على كل التقصير في حقهم وبيشكرهم على كل اللي عملوه ليه. وفي وسط كلامه وعياطه ابوه بيضربه على دماغه وبيسأله هو راجع علشان يقول الكلمتين اللي ملهمش اي لازمه دول. وبيتلفت لباقي المجموعه بيعرفهم ان في اوضه فاضيه يقدروا يستخدموها. وبعد ما باقي سكان القريه بيروحوا يشتغلوا في الحقول بيكون تندو وباقي المجموعه بيستريحوا وامه بتقدم لهم الاكل وبتقول لهم يعتبروا المكان بيتهم. فشيزوكا بتسالها ازاي قدرتوا توفروا احتياجاتكم من غير ما تسيبوا القريه، فبترد عليها انهم في القريه متعودين على انهم يكونوا منعزلين عن باقي المنطقه وبيوفروا اكلهم عن طريق الصيد والزراعه. فبياتريكس بتسالها عن الزومبي اللي في النفق فبتجاوبها انه لما انتشر ان القريه امان ناس كتير انتقلوا علشان يستخبوا في القريه، وكان في وسط الناس دي ناس مصابه ومتحولين وحولوا باقي الناس للزومبي فاضطروا يحبسوهم في النفق. وعلى الرغم من كده في عدد كبير من الناجين من بره القريه قدروا يوصلوا للقريه وسمحوا لهم انهم يعيشوا معاهم في القريه في مقابل انهم يساعدوهم وبتعرفهم انهم يقدروا يستكشفوا المكان براحتهم. فبيقرروا كلهم انهم يستكشفوا القريه ويزوروا كل الاماكن اللي فيها ما عدا تندو اللي بيفضل علشان يساعد امه. بيقول لنفسه انه سبب رجوعه للقريه انه يهتم باهله وبيحاول يساعد امه في اي حاجه تعملها، لكنها بتعرفه انها سعيده باهتمامه بيها ولكنها تقدر تعمل الحاجات لوحدها وهو اولى يستريح لانه اكيد تعبان من السفر قلب الام بقى. فتندو بيسمع كلامها وبيقعد وهو متضايق انه ما قدرش يساعدها. في الوقت ده بيدخل ابوه بيطلب منه انه يساعدهم في الزراعه طالما هو فاضي كده. وهما شغالين في الحقل تندو بيسال ابوه عن صحته وبيعرفه انه طول ما هو موجود يقدر يعتمد عليه براحته. فابوه بيرد عليه ان كل اللي عايشين في القريه بيساعدوا بعض في الشغل باي طريقه علشان يقدروا يعيشوا كلهم وده شيء طبيعي. فتندو بيتفاجئ من رد ابوه ما بيعرفش يرد عليه. وبعد ما بيخلصوا الشغل بيجمع تندو شويه خضار علشان يجهزوا بيهم اكل في البيت وبيفتكر قد ايه ارضاء امه وابوه شيء صعب بالنسبه له وازاي يبين لهم امانته. في الوقت ده بنشوف ابوه بيكح دمه وبيقول انه مش فاضل له وقت كتير. ولما بيوصل تندو بيساله اذا كان بخير بيرد عليه انه كويس. وفي طريقهم للبيت بيقابلوا مجموعه من 4 اشخاص شكلهم اشبح في نفسهم كده. فابو تندو بيشرح لهم انهم من المدينه ومهما طلبوا منهم انهم يساعدوهم ما بيعملوش اي حاجه وبياكلوا على الفاضي. وبيسال تندو اذا كان شافهم قبل كده. في الوقت ده بيكون الاشباح بتوعنا وصلوا عند النفق والشخص اللي شكله زعيمهم ماسك كتاب في ايده. فواحد منهم بيساله هل هيعمل كده بجد، فبيجاوبوا انهم وباقي الناس هيتحولوا لزومبي سواء دلوقتي او بعدين. وقبل ما ده يحصل هيعمل كل اللي هو عاوزه. وبنشوفه ماسك دفتر مكتوب عليه 100 امنيه قبل ما يتحول لزومبي. يا ترى ايه اللي هيحصل لوالد تندو؟ هل هو مصاب ولا لا؟ او مين الشخص اللي معاه دفتر امنيات زي تندو ده وايه هو هدفه وناوي يعمل ايه عند النفق؟ كل ده اكتر نعرفه المرات الجايه باذن الله. وقبل ما تقفل بقى يعني ما تنساش اللايك بتاعك والاشتراك في القناه علشان يوصلك كل جديد. ويلا سلام.